تكونوا بخير حبيبكم في نهار جديد او في بلاصه جديده جينا واحد البلاصه سميتها اللاتشي واعره بزاف اللاتشي داكشي ديال بحال شي سميه في الطاليان زوينه بزاف عجبتني انا نبارطاجي معكم البلاصه كي دايره عرفتي عامره بهاد الورد النباتات الالوان المزهره شوفوا هنا اجي اوريكم هنا قهاوي شوفوا البلاصه شحال زوينه واعره بزاف الله شوعه حفيد كيسوق السينماتيك سي حفيد سي شو شتات الجو برو اللي كيسوق السينماتيك كاين عاد شوف نكمل معاكم شو واحد الميطير جمع هاد البلاصه في هاد الكولور ديالو شتي البلاصه كي داير الوان الوان المزهره نايس شي واعر الله شي واعر شي تصويرات هنا غيطلعوا دي سينماتيك شي حاجه واعره يا سلام شوف البريد كي داير حتى الالوان اللي كيلبسوا الناس كيجي مع هاد البلاصه والله شوفوا معاك ها انتوما غير ديال التصاور دابا هاد الباب واش ما تصورش معايا عباد الله شوف يا سلام يا سلام يا سلام شوفوا ويلي 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 هادي كتسقي هنا كليسات الطبيعه والله الا الطبيعه الخلابه لا فامي ستوريت الجايه غادي تشوفوا واحدة من بين المعالم التاريخيه اللي قديمه بزاف دخلت صورت لكم فيها وصورت لكم فيها ستوريت ولكن نسيت ما صورت الستوري الاول ديال زعما نقول لكم احنا فين غندخلوا المهم سميتها افيسوس واحدة من بين المعالم التاريخيه الاغريقيه القديمه شوفوا الستوريات هي ساحه القتال شفتوها هادشي كنا كنشوفوها في الافلام ديال الرومان فين كيتقاتلوا بالنموره والسيوف وداكشي سبارتا شوفوا فين كيجلسوا الناس عجيب هادشي والله تا عجيب غتشوفوا لي ديتاي في الفلوك كيما كنقول لكم ديما ما كنبغيش نحرق لكم كلشي في لي ستوري باش نخلي لكم شويه الفرجه والمتعه في الفلوك اللي تفرجوا فيه يا شي حاجه زوينه انك تجي تكتشف الحضاره الاغريقيه واحده من بين اعرق الحضارات اللي كاينه واكبر الحضارات اللي كاينه في الدنيا وديجا قرينا عليها وكنسمعوا بها وتفرجنا في افلام ديالها بزاف ديال الحويجات ان شاء الله يكون الفلوك مال هو انتما هي الكنيسه ديال مريم العذراء هي هذه شفتوها تو 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 ندخلو فيها شفتو انتما هنايا كتشوفوا القبوره ديال الاغريقيين شوهم رايا خدوش رايا مجده حفيظ ما عرفتيش كاع هنا القبوره ديالهم وهنا حجر اللي كان شايط لهم اللي مازال شايط لهم من داكشي اللي قبل اصحاب لكم مريوسكم ها كتفرجوا في سبارتا ولا شي فيلم ديال الرومان فهمتي داكشي ديال 300 شوفوا معايا شوفوا معايا ويلي 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 هادشي زوين وحق الله والله الا الحضاره الاغريقيه كيما هي فلوق زاهي 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 انا متحمس يفتح هذا الفيديو شي عام المهم لا لا كندير جري غير سالي التريب ديالي ان شاء الله غنضحك لكم في الفيديو ديال هذا البلايص اللي واعرين متحمس حيت فريمون نصور شي حاجه اللي واعره يا خديجه قالت لك تستاهل اكثر من 100 ليره هاد البلاصه والله الا كتستاهل شوفوا معايا ويلي 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 حيت فريمون كتكتشف واحد الثقافه جديده حضاره جديده ياك خديجه شايب الله داكشي الافلام كتكون جاي الاميره والامير القيصر فهمتي داكشي طالعين تما وكاين الحرب في داك المسرح نايس نهارنا سهله نمشيو نقصيو ونشوفوا فين غناكلو وانا مكان غدا ان شاء الله غتكون عندنا طريق المدينه جديده خليكم تغدا وتعرفوا فين بدل بوزيسيون سير اوت بوزيسيون واحده اخرى بدل سير اجيا جيا انت كاين